دعاء عظيم الشأن وسريع الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إلي وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري. آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك. يا عدتي دون العداد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يا قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك، ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا، وبجميع ما احتججت به على عبادك، وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرجوا منك إلا إليك، صل على محمد وآله، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم اسأل حاجتك تجاب إن شاء الله.